موضوع النهاردة موضوع سريع، هنتكلم عن شوية تقارير صحفية صدرت عن العربية أودي وشركة أودي بتعتزم التخلي تماما عن العربيات البنزين والسولار نهاية 2026. ذكرت تقارير صحفية لماركس دوسمان الرئيس التنفيذي لشركة العربيات الفارهة أودي أبلغ ممثلي العمال وكبار المسؤولين في الشركة إن الشركة مش هتطور عربيات جديدة بتشتغل بالبنزين أو بالديزل ولا عربيات هجينة هايبرد بعد سنة 2026. ونقلت صحيفة ألمانية عن دوسمان إن الشركة هتعيد تصميم الطرازين A3 والA4 وهتحولهم لعربيات كهربائية باسم A3 إيترون وA4 إيترون أو إيتورن. في الوقت نفسه آخر عربية هتشتغل بمحرك احتراق داخلي بنزين أو سولار تقليدي هتطرحها شركة أودي هي عربية الطرق الوعرة اللي اسمها كيو، وهيستمر بيعها لحد سنة 2033. أشارت وكالة بلومبرج للأنباء لأن أودي المملوكة لمجموعة فولكس فاجن الألمانية بتعتزم الاكتفاء ببيع العربيات الكهربائية فقط فيما بعد. كانت أودي استحوذت خلال الشهر الماضي على فريق مشروع شركة أرتميس المستقل لتطوير العربيات الكهربائية ذاتية القيادة في إطار استراتيجيتها للتحول نحو العربيات الكهرباء. أعلنت أودي أن الفريق قام بتطوير نموذج للأرتميس خارج نطاق الهياكل والعمليات الصناعية المعتادة، وكانت أرتميس وشركة برمجيات فولكس فاجن كارياد قاموا بوضع الفكرة الأساسية للبرمجيات الخاصة للمشروع والتقنيات المستقبلية الخاصة بهم، ولكنهم دلوقتي سلموا مسؤولية تطوير المركبات لشركة أودي وسلموا تطوير البرمجيات لشركة كارياد. في نهاية الفيديو أتمنى أكون قدمت معلومة مفيدة. أشوفكم على خير، سلام.